مين اللي قتل نور يا يحيى؟ معرفش. يحيى! بقول لك ايه؟ انت المسؤول هنا قدامي. اسمع! انا عامل حساب الظرف اللي احنا فيه. لو ما عقلتش مش هعمل حساب حاجة. صح. يبقى نخلص العدد. ايدك! شاكر! نتحاسب دلوقتي! يا شاكر! ايه رايك؟ شاكر! خلاص يا شاكر! خلاص! خلاص سيبه دلوقتي، سيبه. وسع. سيبه هو أعصابه تعبانة. شوية وهيهدى. المهم حازم فاق. الحمد لله فاق. هنروح لبعد الدفن.